معقول اللي عم تقولي؟ يعني داني اشترى لها طوق لبنتي الجنايني صالح يلي بتكون سكرتيرة عمر؟ لا مستحيل يكون هالحكي صح. شايفة اللي صار معي؟ والله شي ما بتصدق، أنا بحياتي ما توقعت هالشي. لا تواخذيني جاهدة. بصراحة بنات الجنايني أنا مو طايقتهم أبدا، ومتمنية أخلص منهم، خايفة ترجع تفوت وحدة تانية على حياتنا. مزبوط، والله هالبنات مو قلال بنوب، هنن طلعوا أخطر من ما توقعت بكتير. والله أنا قلت له لعمر هالحكي نفسه كمان. مو عرفانة شو ساوي، نحن منعرف بعضنا من نظرة واحدة، بس الرجال لا. بعدين عمر منيح خلوق، بيظن كل الناس خلوقين، ابني كتير طيوب. وهو شو رأيه؟ رأيه بالنسبة للبنات، بالأصح بالنسبة لبنت بس. شو كان اسمها؟ جوري مزبوط؟ حسيت انه عطيه أهمية أكثر من البقية. انتبهت، هو كتير بيشفق عليها، يمكن لأنه وضع المادي مو زيادة. أنا ما بظن شفقة، والله أعلم. خلص رح تقلعنا هالمرة، إذا قلعتنا شو رح يصير فينا وين بدنا نروح؟ لك شبكي أختي ليش حتى تقلعنا؟ اهدي شوي. لك طلعت هويتك من الشنطاية، شبكي أنتي؟ تمام، أنا رح أروح لعندها وبوس إيدها وأعتذر منها، هيك منيح؟ أنتي مفكرة الشغلة سهلة؟ أنا شفت الحقد اللي بعيون طولي بخانم، وهالمرة غير كل مرة، وأكيد رح تقلعنا من البيت. هدول البنات لازمهم درس قاسي. توليب، انت الوحيدة هلأ اللي فيكي تعطيهم هالدرس. تذكرت، بسبب وضع جهاد الصحي انت بحاجة لهدول الخدم حواليكي، وانا مقدر هالشي، بس انت ريحي حالك، انا رح حل الموضوع. بصراحة ما كان بودي دخلك بهالمشاكل بنتي. العقد رح رجع لك اياه، بس اصبري شوي وشوفي. اهدي جوري. لك خلاص كرمال الله حاش تبكي بقى، عم قلك انا رح اروح واحكي كل شيء. انتي مالك اي ذنب، انتي ما ساويتي شيء جوري. يلا خلاص قومي من قدام عيوني ولا تحكي معي. لك اصلا هي مستحيل تقدر تقلعنا، لانه جهاد مريض وبحاجتك. انتي ما عم تفهمي شو عم احكي، مخك مسكر على الاخر. لك انا متأكدة انه اليوم رح تقلعنا من هون، طريقة كلامها معي والحقد اللي شفته بعيونا بيأكدوا لي هالشي، وعفرض بينا شو رح يصير. شلون بدها تعاملني وتتصرف معي يا فهمانة؟ توليب خانو صدقيني مالي عارفاني شو اقول، غلطت غلطة كبيرة بحقك، بس هي الغلطة لحالي عملتها. والله اختي ما لها ذنب بالقصة كلها، انا اسفة كتير. من اليوم مو بس رح اطالع الزبالة من اوضتك، انا رح اشتغل خدامة تحت رجليكي كمان. العقد انا ما فهمت. هات لأحمله عنك. لا بعرف انك معصب مني، بس خلص والله ما رح زعل بنتك مرة تانية. خليني اقعد معك لأشرح لك شو كانت مشكلتي وليش هيك صار. عمي من شان الله اسمعني. توليب خانو عندك حق بخصوص فستان حضرتك، بس شو علاقة العقد بالموضوع هاد؟ يعني هي مسألة مختلفة. ليكي هلأ أنا ما بعرف شو حكت لك جاهدة خانم، بس هذا العقد انجاب هدية لإلي. يا بترجعي لي العقد وهلأ فورا، يا أما بقعد مع أبوكي وبحكي له عن الموضوع كله. ساعتها أبوكي رح يعرف بالسرقة اللي عملتيها حضرتك، ورح يعرف بالهدية اللي حقها أغلى من كل شي بتملكيه. أنا برأيي تعطيني العقد وبلا ما ضايقك، إلا إذا إلك رأي تاني. يلا روحي جيبي يلا. بس هطو ليلي. يلا الخانم معها حق، إذا دري أبوكي بهالقصص
ساعتها ما رح يخليك مرتاحة أبدا. جيبي. انتي كمان يا ست جوري في إلي حديث معك بعد ما أختك تحل القصة. ست وليد أهلا وسهلا. شوفي ما في شيء أبدا صالح أفندي. خلص مشي الحال ما هيك جوري؟ شو كانت عم تعمل الخانم هون؟ بنتي شو في؟ صار شي بيناتكن؟ لا بابا، طالب خانم اجت لتطلب مني شي. خلص مشي الحال. لك يا ربي شو عم بيصير؟ وين راح؟ وين العقد؟ اكيد اخذته سيلين. شوفي بنتي عشو عم تدوري؟ هي شو اخذت سيلين؟ احكي. دور على ربطة شعري. حسبي الله عليكي، هلا كل هالعياط مشان ربطة شعر؟ اللي بيشوفك بفكرها مصنوعة من ألماس. بابا خالدة بعتت وراك. لكسر العظامة بس شوفها. أبوكي كان رح يكشفني. لك والله لموتها والله. يلا اسكتي واتصلي بسيلي بسرعة. كيفك بابا؟ اهلين بنتي. بسرعة رجعي ربطة الشعر اللي اخذتيها من اختك ولا عاد تستعيري منها شي، بتعصب كتير بعدين. ربطة شو هاي؟ الله يستر. لك ليش هيك انا حظي؟ يلا حاجة تبكي وتعيطي، قومي اتصلي باختك سيلين واسأليها. يلا ليش عم تبكي؟ لك عاملة حالك ما بتعرفي شو نصها مو هيك؟ شرطي لك شرطي. يلا كفي. سيلين اعطيني العقد بسرعة. عقد شو هاد اللي عم تسأليني عليه؟ مالك عرفانة اي عقد؟ مالك عرفانة عليك؟ مالك عرفانة شعيني؟ ترجعي شو جنيتي انتي؟ العمى سيلين اعطيني اياه. يلا احكي بسرعة، وين مخبية العقد؟ انت كنتي بالحمام لما طلعنا الصبح، انت اخر وحده طلعت، يعني اذا طلعت اخر وحده بكون انا يلي اخذت عقدك؟ شكلك ما رح تفهمي، مشان هيك رح اقول لك انت مرتبه بك بتعرف انت وحده ما بتعرفي. واطية لك تعيطي بقى، عدي. سيلي اسمعيني منيح، الموضوع ما فيه مزح، يلا طالع العقد تبعي يلا واعطيني اياه بسرعه. ما عم صدق الحكي اللي عم اسمعه، شو انتوا ما بتعرفوني؟ ما هقول اسرع عقدي يلا. أنا ما عم صدق الشيء اللي صار، الله لا يسامحكم. طلعت مو هي، شو رح نساوي؟ يلا قولي بسرعة، وينو العقد؟ احكي.